بابل. هيا 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 هيا. رابل أخلي الطريق لتشيكليتا. لك هذا. سأهتم بهذا. أحسنت يا رابل. تشيس، اجعل هؤلاء يتحركون. ليبتعد الجميع عن الطريق. دجاجة عملاقة تمر. حسناً إلا، وقت قيادتها لخارج المدينة. إنه وقت النمو. أهلاً شيكليتا، اتبعيني. رايدر، ماذا عن ليدي بيرد؟ سكاي، الحق بليدي بيرد بطائرتك. هذا الجرو القوي سوف يدور. قوة خارقة، ماذا كنت سأفعل بدونك؟ ليس سريعاً يا ليدي بيرد. في يوم الجرس ندق الجرس ولا نأخذه. فقط أنقله إلى مجموعتي العاكسة. إذا أردت هذا خذيه. أولي، قوة إثارية. رايدر، ليدي بيرد طارت بالجرس، سوف أتبعها. كات، يا فتاة، فقط انتظري قليلاً وسأجد لك بعض الذرة اللذيذة. أنا سأخذها الآن من هنا. لا لا يا شيكليتا، اتبعيني. أي نوع من المساعدين أنت؟ لا أحد يتحدث مع شيكليتا هكذا. ابتعدي، هي لي. عمدة جودوي، احترسي. شكراً لك يا دجاجتي الغالية دائماً. أتمنى لو تتركنا هذه السيدة وشأننا. أنا ليدي بيرد وما زلت أحتفظ ببعض الخدع. أولا، هذه خدعة، لا تفعلي يا شيكليتا. لوحي يا مساعدتي، لوحي. شبكة الطاقة. يجب أن نمنع ليدي بيرد من أن تدق الجرس. لا يمكننا الاقتراب منها مع الرياح. لدي خطة، فقط نحتاج أن يكون الطاق في السماء. هل يحتاجني أحد؟ سكاي، في الوقت المناسب نريدك أن تأخذي تاك إلى الجرس. تاك، أيمكنك دخول الجرس دون أن يراك أحد؟ قوي وصغير، سأبذل ما أستطيع. سأدق وأدق وسوف أدمر مدينتكم بأكملها. بسرعة، برج الجرس بطريقة الجراء القوية. وقت صنع الموجة. شكرا يا زوما. هيا نبتعد يا مساعدتي من هنا. أوه، لن تفعلي. لامع. لا، الجرس أمسكته. سنجعل الجرس يدق سريعا. شكرا أيتها الجراء على إنقاذ يوم الجرس. وشكرا يا شيكليتا لأنك تقلصت ثانية. أتريد اللعب مع أحد في حجمك؟ أو تولي أمره يا إيلا. أحسنت يا إيلا. هذا ممتع. هذا جديد. سكا،
سكاي اذهبي لزوما على الشاطئ، نحتاج إلى الطحالب بسرعة. هذه الجروة ستنطلق في جولة. هل لاحظت لون الشرار؟ إنه نفس لون النيزك الذي أعطانا القوة الخارقة. تفكير سليم يا جراء، أثق أن الثعبان قد ابتلع قطعة من النيزك من قاع المحيط. هيا يا سيد ثعبان، أتريد الطحالب؟ إنه يأكل سلطة الطحالب، إنه اختيار صحي. لا أحد يتحرك، الثعبان يأكل الطعم. سكاي، قوديه إلى الشاطئ. شيكليتا، عودي إلي. أمسكتك. عمدة جودواي، هل أنت بخير؟ الخبر السار هو أننا بخير، الخبر السيء هو نحن داخل ثعبان، أخرجونا. سكاي، تغيير المسار، ثعبان البحر ابتلع العمدة جودواي وشيكليتا، لن ندعه يذهب إلى المحيط وهما بداخله. علم يا رايدر، سأعكس الاتجاه، لكن كيف سننقذهما؟ أنا لها يا رايدر، سأذهب إليهما وأخرجهما، فقط على شقيقتي أن توصلني. أسعد يا أخي، سأخذك إليهما. ثعبان البحر يصدر الكثير من الكهرباء، لا يمكننا الاقتراب منه. انتظرة، خطرت لي فكرة. إذا جعلته يستمر في صعق التمثال ستنفد شحنة الكهرباء. أيها الثعبان، أنا هنا. يبدو أنني نجحت. إلى الآن، قبل أن يعيد الشحن. صغير وقوي، سأبذل كل جهد. تاك، هل أنت بخير؟ لم أتخيل أن أكون وجبة لثعبان البحر. أي أثر للعمدة جودواي أو تشيكليتا؟ أرى نوراً، قد يكون نور هاتف العمدة. العمدة جودواي، من ينادي؟ أين أنت؟ في الأسفل، هذا أنا تاك. انتظر، دعني أستخدم نور هاتفي. أنت هنا. إذا كان هاتفك في حقيبتك، ما هذا الضوء الأصفر؟ رايدر، عثرت على قطعة النيزك. أوه، إنها جميلة حقا. إنهما محقان، النيزك هو الذي ضخم حجم ثعبان البحر، لا تدع أحدا يلمسه، قد يتضخم حجمه أيضا. رايدر، ثعبان البحر يحاول الهرب. ليس بهذه السرعة. واو. تاك، ثعبان البحر يتجه نحو المحيط، عليك إخراج العمدة وتشيكليتا فورا. يا عمدة جودواي، علينا الذهاب. لا، لا تلمسي هذا. إذا لمسته قد يتضخم حجمك. لا يمكنني تركه هكذا، ثعبان البحر الضخم في الماء سيخيف جميع الزائرين. اقترب ثعبان البحر من الشاطئ، الوقت ينفد يا تاك. خطرت لي فكرة، افتحي حقيبتك. آسفة يا تشيكليتا، لا مكان لك في الحقيبة، ثعبان البحر لم يعد إلى حجمه الطبيعي. علينا إخراج قطعة النيزك من بطنه. من هنا، أسرعي يا تشيكليتا. صاحبي. حسنا، لن تسبح بعيدا ومعك. كيف سنمر من بين الأسنان؟ أعرف. هل تحب الدغدغة أيها الثعبان؟ نجحنا، استعد. نستعد لماذا؟ تاك، أين أنت أيها الصغير؟ في الأسفل. حصلنا على النيزك، سنضعه في مكان آمن حتى لا يسبب الأذى. وداعاً أيها الصغير. أحسنتم يا رفاق. شكراً يا جراء، شكراً يا رايدر، وشكراً يا ألا وتاك. على الروح، إذا ابتلعك ثعبان بحر ثانية اطلبي المساعدة. Thank you.
الأخبار؟ أثق أن موبي كان هنا. أجل، انظر إلى هذا يا رايدر، آثار أكواب الامتصاص من المجسات. يتنقل الحبار بشفط الماء ثم طرده مرة أخرى ويترك مثل هذه العلامات. هذه علامة أخرى، لابد أنهم ذهبوا من هنا نحو مدينة الجراء. لننطلق. إلى أين ذهب موبي؟ لا أظنهم قد ابتعدوا. نسي الجراء أن الحبار يغير لونه. ميكس كويدلي، كل صديقك الضخم عمل رائع. الآن هيا بنا لنبحث عن طريق آخر إلى مدينة الجراء. ترى إلى أين ذهبوا؟ هناك طريقة للبحث عنهم. زوما، تشغيل جهاز المسح. أو مسح. أراه، موبي أصبح خلفنا بطريقة ما. يبدو أنه يتجه نحو مدينة الجراء الآن، وأعتقد أنه سيصل قبلنا. سكاي، كيف الحال في مدينة الجراء؟ الكل بخير. جراء البحر على وشك إطلاق الكرات الذهبية للبدء في افتتاح معرض المتحف. مدهش، لكن موبي والحبار العملاق في طريقهما إليكم، لذا احترسوا كثيرا. علم يا رايدر، لا أرى. الحبار هنا يا رايدر، إنه عملاق وسريع. إنهم يطلقون الكرات، رائع. إذا أمسكها الحبار كلها سيفسد الاحتفال الكبير. انظر إلى الكرات الذهبية الجميلة، ألن يكون من الرائع أن تلعب بها؟ الحبار يريد الكرات الذهبية، يجب أن نشتته. أيها الحبار، انظر إلى هنا. زوما، حاول استدراج الحبار العملاق خارج المدينة. لا، يجب أن نأخذ هذه الكرات أيضا. هيا بنا، يجب أن نوقف الحبار العملاق قبل أن يتأذى أحد، بما في ذلك الحبار. ميكس كويدلي، عليك أن تساعدني، هذا الحبار العملاق أخذ ميكس كويدلي. لا رايدر، يبدو أن الحبار يحب تلك الكرات. وجدتها يا سكاي، خطرت لي فكرة. مدفع الفقاعات. وأنا سأساعد. رف الأضواء. يحب فرقعة الفقاعات. ميكس كويدلي، صديقي، عد إلي. رفاق، الكرات تطفو بعيدا. لن أدع هذا يحدث. رف الشبكة. أحسنتم يا رفاق، الآن لنعد هذا الحبار إلى دياره. جراء البحر تشكركم على إنقاذ المدينة وإطلاق الكرات الذهبية. على الرحب والسعة، وتذكروا إذا اقتحم حبار ضخم المدينة فقط للمساعدة.